درس بيتعلق بالحالة الروحية لمؤمنين كتار بالرب يسوع المسيح يلي عم بعيشوا حياتهم المسيحية بانقطاع طاقة روحية. درس كيف انه يلي بيسموا حالهم مسيحيين نادرا ما بيظهروا ثمر الروح بحياتهم. بالتأكيد في كتير مواهب وكتير وزنات، في ناس كتير بتحكي لكن ثمرة قليل. والسبب بانه ما منظهر ثمر الروح هو لانه غالبا منتكل على قوتنا الخاصة بمسيرتنا المسيحية، منتكل على قوة مجهودنا الخاص ويلي منقدر نحققه او يلي منقدر نعمله، او حتى القدرة يلي ببعض من الشخصيات. من الناحية الروحية لما قوة الروح القدس ما تكون عم تعمل بحياة المؤمن، من الناحية الروحية يمكن هن عايشين ببيت حلو كل المظاهر شكلها رائع، لكنهم داخليا منزويين بمكان بارد ومظلم من دون كهرباء روحية. وغالبا يلي بيسبب انقطاع الطاقة، على الأقل بعرف هالأمر من اختباري بحياتي أنا، بهالأوقات يلي بوضع فيها شيء أو شخص أو حتى النفس على عرش قلبي، بكل مرة ما بيقعد فيها يسوع على عرش القلب والنفس والحياة، دايما هالأمر بيسبب بشكل دائم انقطاع بالطاقة. هيدي النتيجة الدائمة كل مرة. وهيدا يلي عم بيقوله بولس بغلاطية 5:15-26. اسمعوني، أنا شفت بعض الناس اللي كتير موهوبين عم بيوقعوا بسرعة رهيبة، وبعرف إن كنت شفتوا الأمر نفسه. لكن ليه؟ بيوصلوا لمرحلة بيبتدوا فيها إنه يتكلوا على موهبتهم عوضا عن الاتكال على معطي الموهبة. بيوصلوا لمرحلة بيوسعوا فيها بنفسهم عوضا عن إنه يوسعوا باللي بيقدر يقيم الموتى. بيبتدوا يتكلوا على قدراتهم الخاصة عوضا عن التمكين المستمر الجاي من يلي بيقدر يعمل كل شيء من خلالنا.